السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم جبت لكم واحد الوصفة اللي إن شاء الله غادي تعجبكم بإذن الله. اسم ديالها بانكيك. بانكيك منين جا هذا الاسم؟ جا من بان هي المقلة بلونجلي، وكيك هي الكيك، راكم عارفين كيك أو المهم داكشي اللي سموها. هي صراحة هاد الأكلة أو هاد الخبز اللي كيجي بحال هكا هي أكلة أمريكية، داكشي اللي سموها بانكيك يعني خبز المقلة أولا كيكة ديال المقلة، وغادي تعجب إن شاء الله وليداتكم، ومزيانة لهم نيت باش مزيانة لهم باش فاش يبغيو مثلا يمشيو مدرسة أولا تكونوا هكا خارجين تصايبو منهم في الكوتي، كيمشي مع الشوكولات، كيمشي مع عسل، مع أوريو، ديسير، باش ما عجبكم ديرو ديرو حتى صوص كاراميل كتجي زوينة، أولا كاراميل ديال نيسلي كتجي معاه غزالة بزاف بزاف. ودابا غادي ندوزو إن شاء الله للطريقة ديال التقديم والطريقة ديال العجينة ديالو. بقاو معايا. أول حاجة كنديروها هي البيض، جوج بيضات، أول حاجة كنديروها هي جوج بيضات كيف ما كتشوفوا. من بعد كنديرو ثلاثة ديال المعالق ديال السنيدة كبار، من بعد كنديرو سكر ديال الفاني شوية، نص معلقة صغيرة تقريبا، حيت من بعد غنديرو شوية ديال الخل، كنديرو قطيرات ديال الخل بحال هكا ماشي بزاف، صافي تنخلطوهم شي شوية. من بعد كنديرو نص معلقة كبيرة ديال العسل أولا معلقة صغيرة ديال العسل، بعد كنديرو كاس لا روب ديال الدقيق اولا 90 غرام ديال الدقيق، الا كان عندك ميزان في الدار ديري 90 غرام ديال الدقيق، سينو ديري كاس لا روب ديال الدقيق. من بعد كنديرو معلقه صغيره ديال الخميره بودره، الخميره الكيميائيه، من بعد كنزيدو ربع كاس ديال الماء اولا جوج معالق كبار ديال الماء، حتى ثلاثة ديال المعالق كبار ديال الماء. اخر حاجه كنزيدوها هي الماء حتى كيولي لنا الخليط بحال هكا، ولا جاك خفيف بزاف زيدي الدقيق حيت كنخليوه يرتاح شويه كيولي يعقد من بعد. من بعد ما كنديروا الحليب والدقيق كنزيدوا الزبده، جوج معالق ديال الزبده كندوبوهم، غير انا نسيت ما درتهاش ودابا خليت حتى درت الدقيق عاد باش غادي نديرها. المهم اخر حاجه كنديروها هي الماء، نزيدو الزبده اللي دوبنا بحال هكا صافي نحركو، معليش حيت اصلا كيخصنا ندهنو المقلب بالزبده، ولكن دابا فاش درناها الزبده هي الاخيره ماشي مشكل، واخا ما ندهنوش نقلب الزبدة حيتاش فاش كنديرو الزبدة هي الأخيرة مع الدقيق كتبقى بحال قلتي الحشوة كتبقى مدسمة ماشي بحال فاش كنديروها في الأول كتخلط مع البيض والسنيدة كتجلى. من بعد ما وريتكم الخلطة ديال البانكيك دابا غندوزو للطريقة ديال الطياب، وبالنسبة للحجم كل واحد يدير الدويرة ديال البانكيك بالحجم اللي كيبغي، أنا غادي نوريكم الحجم اللي كيعجبني نطيب فيه البانكيك. طريقة الكوبين بحال هكا، انا كنخليهم في هذا الحجم هذا متوسط، ما صغيرش بزاف وما كبرش بزاف، فاش كتقبض فراسها شي شويه كنقلبوها، ما كنخلوهاش حتى كتقبض فراسها مزيان باش هاد العجين اللي من الفوق ما تقصحش لينا، حيت الا قصحت وقلبناها ما غاديش محمره كامله، غادي تجي محمره غير من الوسط، يعني احنا خصنا تجي محمره كامله ندورها. بالنسبة للحجم هذه غدات الثالثة غادي نديرها لكم صغيرة باش تشوفوها كي كتجي إذا كانت صغيرة. صافي بحال هكا فاش تقرب تقبض فراسها شي شوية تنقلبوها. شفتي هكي كتجي
حالك. من بعد ما شدت فراسها شي شويه غادي نقلبوها بحال هكا بالزربه، كتجي بحال هكا كتبدا تنفخ، شفتيها كتبدا تنفخ شي شويه بشويه حتى كتجي كنفخ شي شويه، كتجيش لاصقه ماشي بحال الكريبيه، هو هاد البانكيك كيجي شويه منفخ، داكشي علاش كنديروا فيه الخميره الكيميائيه حتى هو كيساعدنا على التنفخ ديالو. جي مازال غدا وكتنفخ شي شويه هنا من الجنب صافي. من بعد ما قلبناها هي طابت من الجهه الاخرى، غادي نقلبوها كيف كتجي بهذا الشكل. هذا صراحه كيجيو لذاد غزالين بالنسبه للتزيين، تقدروا اولا يعني الحشوه اللي غديروا من فوقهم تقدروا ديروا العسل اللوز اولا عسل اوريو اولا ديروا الشكلاط، اي نوع ديال الشكلاط عندكم، نيوتيلا اولا الشكلاط عادي، ديروا الديسير ماشي مشكل، اي واحد باش ما يعني كيف ما كيعجبك تاكليه عمري داك، حيت هو كيجي حلو يعني كيخصو يتدهن اولا يتحط معاه شي حاجه حلوه. دابا من بعد ما طابت لينا الاولى زدنا الثانيه غادي نخليها تشوفوا الطريقه ديال الطياب ديالو، ما غنحبسش الفيديو باش تشوفوا الطريقه ديال الطياب كومبليتوم من الاول حتى الاخر. بحال هكا كنخفوا يدينا كنقلبوها كتجي بحال هكا من تحت، ديما فاش تبغيو تقلبوها ديروا هكا البلاصه ديال هادي وخفوا يديكم بالزربه هزوها باش حيت كتكون من الفوق عجينه رطبه بزاف. كتبدا تنفخ بحال هكا شي شويش شتوها غدا كتنفخ كتولي طيبة، من بعد كنديرلها بحال هكا بشوية، منجيش ونديرلها بحال هكا حيت كتكون فاش كتكون سخونة كتكون رطبة، شتوها كتجي من الجهة التانية بهاد الشكل هدا. كيف ما كتشوفوا من بعد ما وريتكم الطريقه كيفاش كيتقاد الخلطه ديال البانكيك وريتكم طريقه الطياب، كيف ما كتشوفوا وريتكم هذه الصغيره الا بغيتوا ديروها بحجم الصغير طريقه، والا بغيتوا ديروها بحجم الكبير الطريقه كيجي بحال هكا، كيجي رطب بزاف وهشيش بزاف شتي بحال بونج، ولكن في المذاق كيكون صراحه كيكون خطير بزاف. ايوا مزيان، وكنتمنى ان شاء الله تعجبكم الوصفه ديالي وبصحه وراحه مره اخرى.